طيب هنروح لألعاب القوة. كنا عملنا تقرير الحلقة اللي فاتت ألعاب القوة، ألعاب القوة عاملين عظمة عظمة في بطولة الجمهورية ألعاب القوة. هنقول مثلا اللي هي البطولة بتتلعب على فكرة في المركز الأولمبي في المعادي من 8 لحد 11 إبريل الجاري، يعني هتخلص إن شاء الله النهاردة. فنقول مثلا إيهاب عبد الرحمن حقق الميدالية الذهبية في رمي الرمح بعد ما حقق رقم قدره 80.3 متر، وكمان هنلاقي إسراء سمير واللي حققت 3 ذهبيات في الوثب الطويل، سجلت رقم قياسي مصري جديد بعد ما حققت 6 متر و 48 يعني او 48 سنتي، وكمان قدرت انها تحقق ذهبيه الوثب الثلاثي ب 12 متر و98 سنتي، واخيرا ذهبيه سباق تتابع 104 وايمان منصور صاحبه فضيه 200 متر عدو. ولو رحنا بقى للاطاحه بالمطرقه هنلاقي سيطره اهلاويه خالصه بعد ما فاز مصطفى الجمل بالذهب، وجاي اسلام مسعد في المركز الثاني، وحقق حسن عبد الجواد المركز الثالث. كاميرا الابطال كانت مع ابطالنا هناك، صورنا التقييد، نشوف ونرجع لحضراتكم تاني. النهارده اهم بطوله عندنا في الموسم هي الدرجه الاولى، لان منها يعني في ان شاء الله المفروض في الارقام التاهيليه بتاعه اولمبياد طوكيو في الرانكات اللي حاصله على مستوى كل ايفنت. معظم لاعبينا شاركوا خميس وجمعه وسبت وبكره نهائيات، والنهارده يمكن عندنا البطل اسراء سمير حققت رقم مصر جديد امبارح في الوثب الطويل، والنهارده كان بينها وبين رقم مصر سنتيمتر واحد في الـ في الـ في الـ في الوثب الثلاثي. الحمد لله معظم لاعبينا محققين المركز الاول والثاني والثالث في معظم الايفنتات اللي هم 22 ايفنت للسيدات وللرجال. يمكن النهارده كده شايفين ورانا ايهاب عبد الرحمن في المحاوله الثانيه او الثالثه ليه، وربنا يكرمه ان شاء الله يعدي ال 80 متر عشان التاهل. بكره باذن الله المطرقه حسن عبد الجواد ومصطفى الجمل واسلام ابو سريحه ان شاء الله يكونوا سببهم التاهيل يعني باذن الله. والحمد لله معظم لاعبينا في الايفنتات ال 100 متر 400 متر 400 متر حواجز الوثب الطويل والثلاثي حاصلين على المركز الاول، وبينهم وبين التاهيل بعض الارقام سواء كان سنتيمترات او ثواني، وربنا يوفق تكون نهايه سعيده ان شاء الله لهذا الموسم الجميل قبل الشهر الكريم، وتكون هديتنا بقى للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والقناه الاهلي، والحمد لله حاجه جميله يعني. الحمد لله كان ماتش يعني مش صعب، بس عشان بجري لوحدي هو ماتش بعد إصابة، والحمد لله يعني عملت كويس. ده تاني أفضل رقم ليا بعد رقم مصر، والحمد لله خلاني في مكانة كويسة يعني في 35 رانك رود تو طوكيو، وإن شاء الله أثبت يعني على ده بعد الماتشات الجاية يعني بإذن الرحمن، وإن شاء الله يعني نتأهل الأولمبيكس يعني بإذن الله. المفروض احنا بنسافر 48 لاعبه، في حاجه اسمها كواليفيكيشن دايركت، ده اللي بيبقى عاملين الارقام التاهيليه دايركت، وفي اللي هو ستاندرد باي رانكينج اللي هو يعني نعمل رانكينج احسن نسافر مع اللي هو عاملين الانتري ستاندرد. فالحمد لله يعني ماشيه بوينت كويس، وان شاء الله يعني نتاهل، وبنتعب ومدربي بيتعب ومجلس الاداره بتاع النادي الاهلي ومجلس اداره الاتحاد، فكلنا يعني متكاتفين، والحمد لله ان شاء الله خير يعني نتاهل. الحمد لله امبارح انا اصلا كان رقم مصر باسمي كان 6.44، واحنا كنا بنسعى ان احنا نعمل تاهيل الاولمبيات ان شاء الله، فامبارح ربنا كرمني ان انا كسرت رقم مصر جديد، عملت 6.48. تاهيل الاولمبيات هم طالبين 6.80، ان شاء الله احنا بنسعى ان احنا نعملها يعني، بس المفروض اخر التاهيل 30/6، بس احنا ان شاء الله. ودلوقتي الاتحاد عامل ملتقيات كده تحدي، مفروض ان هي معتمدة من الاتحاد الدولي، بحيث ان لو اي حد عمل اي رقم تأهيلي يتحسب ويتبعت للاتحاد، وان شاء الله يتأهل يعني. احنا ان شاء الله هنفضل مكملين على نفس المستوى دوت، بحيث ان احنا نلعب ملتقيات التحدي اللي جاية، في ملتقيين او 3 ملتقيات في الشهر اللي احنا فيه ده والشهر الجاي، بحيث ان احنا ان شاء الله يعني نقرب من الرقم او نعمل الرقم التأهيلي يعني بإذن الله.
العاب القوه من الالعاب الصعبه، الناس فاكره الدنيا سهله، ده بيجري ده بوزب عالي، لا، صعوبتها ان انت بتتحدى نفسك، بتتحدى الوقت. الوقت يعني اكتر منافس صعب تتحداه، لان انت عشان تعمل المنافسات او تعمل المطلوب منك في وقت اقل ده بياخد ايام وليالي من التدريب.